السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ربنا تفضل. يرحم حضرتك يا رب. الله يسلمك. الله يكرمك شيخ مصطفى. بالنسبة لصلاة الاستخارة، تصلى مرة واحدة ولا أكثر من مرة؟ الاستخارة دعاء، إن شئت صليتها مرة واحدة وإن شئت استكثرت منها، والاستكثار أفضل، لأن الدعاء كلما ألححت على ربك فيه كان أفضل. وقد قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها مرة ثانية على قواعد إبراهيم، قال: إني مستخير ربي ثلاثا. طيب شيخ مصطفى، هل لازم الراحة النفسية في الاستخارة؟ نعم، هل لازم الراحة النفسية؟ لازم تكون مرتاح نفسيا بعد لا، هي ما في نص إنك ترتاح نفسيا أو ترى رؤيا بعد الاستخارة، إنما الحاصل إجمالا أنك إذا استخرت الله هو دعاء، دعوت الله، وإذا تيسرت الأمور فشيء حسن، إذا لم تتيسر الأمور فكن الله اختار لك هذا. طيب، ولو واحد هو دلوقتي استخاره مش مرتاح، هل ممكن ينهي الموضوع عشان بس مجرد عدم راحته النفسية؟ وردة، ما هو وردة موضوع الزواج مثلا، يعني إذا هو كان، مثلا يعني عفوا، إذا هو مش كان مرتاح بس كل الأمور تدل إن الأمور كويسة عقلا، لكن هو من جواه مش مرتاح، هل يكون خلاص، ما الموضوع ده مثلا؟ الراحة النفسية سبب، هي منظومة متكاملة، الظاهر له سبب والحب والعاطفة أيضا سبب. ماشي.